فين العزم؟ اسكندريه. ممكن تاخدنا في طريقك؟ قوي، على الاقل تونسوني. اركب. شكرا. ورا ورا انت. اهلا اهلا سعاده البيه. اهلا وسهلا. انتوا جواله؟ اي نعم يا سعاده البيه. اقل واحد فينا عامل يجي 60,000 كيلو. زرتم ايه في البلاد؟ زرنا طبعا القاهره ولفينا فيها قول 5,000-6,000 كيلو. رحنا اوسنا والسبلاوين وبيت غمر وشبرا النمله وبس. ما طلعتوش رحلات برا مصر؟ لا يا سعاده البيه، اصلنا ناويين نلف الاول جوه لحد ما نعرف ايه اللي جوه، وبعد كده نلف برا. هايل، اهو ده كلام مظبوط. لازم تعرف بلادك اولا ثم تنطلق الى الخارج. طبعا انتم مستمتعين بالهوايه دي. يا سلام يا سعاده البيت، عقبال ما تستمتع زينا. يبقى ما فيش تكليف، خد علبه السجاير ولع لكل واحد سيجاره. محسوبك الفقير الى الله، حسونا المحلاوي. نبو الحبشي، محسوبكم مدحت ابو غازي الشهير بميمو. اهلا وسهلا اخ ميمو. انتوا باين عليكم مش واخدين بالكم مني. والله سعاده البيه انا بشاب. انا كنت في يوم من الايام اشهر شاب في مصر. ما شاء الله، كانت صوري في كل الجرايد والمجلات. اختفت صورك من الجرايد والمجلات ليه؟ دخلت مستشفى المجازيب قعدت فيها 5 سنين. والحمد لله ربنا شفاك. لا انا هرب. اهلا. اهرش لي في رجلي. اهرش لك؟ ايه ده؟ وانت دلك لي مجانس. كفايه بيه. كفايه. بعد ما هربت اشتغلت بنادي سيارات. شغله شريفه مش عيب. ما عجبتنيش. 20 نمرة عربية وسرقت العربية المتخاضعة دي. حلو، حلوة قوي يا بيه. انما من غير مؤاخذة سرقت النمر ليه؟ سؤال غبي، ما كنتش انتظره منك. من باب العلم يا بيه. علشان كل ما تزنق اغير نمرة. وكانوا متهمينك بالجنون. ده انت اعقل مننا. دماغك اللي فكرت في كده. مش ممكن تكون دماغ مجنون. كل 24 ساعة اتجنن ربع ساعة. ربع ساعة بس؟ بس في الربع ساعة دي اتجنن الجن الازرق. الله يطمنك. انا دكاترة اثبتت ان جناني من اخطر انواع الجنان في العالم. لازم يكون نوع ممتاز. ما عندكش فكرة. ساعتك رايح اسكندرية ليه؟ انتقم. تنتقم من مين يا سعادة البيت؟ هو انا مجنون اقول لك؟ زيك يا جمعة. فرصة سعيدة يا خميس. انتوا طبعا مذهولين من المفاجأة. انا كانت هوايتي الوحيدة في سراية المجازيب قراية الجرايد والروايات البوليسية. انا من اعجابي بيكم كنت معلق صوركم في اوضتي. اهلا. ده ايه الهنا ده كله؟ ميمو يقابل خميس وجمعة. خميس وجمعة الهاربان. وان كنت هتهرب خدني معاك. خدني معاك. قول معايا. ان كنت هتهرب خدني معاك. قول معايا. ان كنت هتهرب قول معايا. كنت هتهرب خدني معاك. خدني معاك. خدني معاك. خدني معاك. وان كنت هتغرب خدني معاك. خدني معاك. طلبات السياده. انا اعزمهم على حسابي. كان ثلاثة حاجة ساعة. اهو بالشكل ده اضمن
اني افضل هربان من البوليس الى الابد. بين ثلاثة هربانين، اثنين عاقلين، واحد مجنون. سيجارة؟ شكرا. شوف ايه ده يا ميمو بيه ده؟ ايه يا عم؟ اشربوا. ايه رايكم؟ انا جات لي فكره تهبل. خير يا ميمو بيه؟ اقوم رفع كل اللي قاعدين ونلم الفلوس اللي معاهم ونطلع بره نضرب كاوتش العربيات كلها بالنار ونهرب. بس يا بيه اسكت، ده يبقى اول خبر في اول صفحه في كل جرايد بكره. يا عمونا عقل، احنا مش ناقصين شهره. طب ايه رايكم؟ عندي رغبه شديده اني اقف وسط الكازينو ده وازعق واقول يا ناس ياهو وحدوه. لا اله الا الله. خميس جمعة يا خراب. يا بيه اعمل معروف، احنا اللي فينا مكفينا. يلا من غير ما نقدم عرض للمتفرجين. يا عم عرض مين؟ احنا في عرضك يا اخي، ادفع الحساب انت عم خميس. يلا الله يخليك. الله يهديك يا عم. ولا تخونوش، طلعت فلوس اللي في جيوبكم. وانت يبقى برضه يشيل فلوس يا دول، ما معناش غير دول. فتح جمايل يا رب. ده بس ممكن يا سعادة البي؟ لا شكرا. حساب كام؟ 9 جنيه و63 قرش. ايوه. خد الباقي علشانه. شكرا يا بي. امشي يلا امشي. سلام. انت تعال. عارف مين اللي راكبين معايا في العربية دول؟ مين يا بي؟ ده خميس وده جمعة اللي هربانين من حكم الاعدام. سلام. عملتها بقى. يلا شوف اطلع. يلا خميس وجمعة 5000 جنيه. اوعى التليفون. الو المباحث، خميس وجمعة هنا في اسكندرية راكبين عربية ملاكي نمرتها 8306 ملاكي مصر. عارفين انا قلت للبقال عليكوا ليه؟ ليه يا سعادة البيت؟ علشان ما تهربوش مني. انا الوحش اللي اقدر اخبيكم من المباحث في اسكندريه دي كلها. يلا ابعد ابعد. ايوه هوبا. لا حول الله. ايه الموضوع ده؟ ورطه مع مجنون. ما نهرب. قرار ما اقدرش اتحمل مسؤوليته. نهرب؟ مش ناقصين دجنان وخطر خالص. على مسؤوليتك؟ ايوه على مسؤوليتي. يلا أوه.
صاير انت نازل من العربيه ليه؟ لا 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 يا فندم، انا مصحي اهو. يشيلوا الرصيف ده من هنا 100 مرة. وبعد الله سميمو. حسن حسن خميس جمعة، يلا يلا حبيبي يلا بسرعة يلا follow me يلا. ايه اتسمرتوا كده ليه؟ تعالوا. لا مفيش مفيش، اتفضلوا دي أوضة نومكم والقصر قصركم طبعا. عن إذنكم لحظة. ظهر موضوع شكرا هيتكرر. مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. بقول لك ايه، ما تيجي نسلم نفسنا احسن. يا انت لسه شايل الصندوق؟ انا اسف يا جمعه. ورايا جمعه، اتفضل على الحمام ده يا جمعه. طبعا يلا. وانت يا خميس شيل الصندوق. حاضر. ورايا يا خميس على الحمام التاني. هو في حمام تاني؟ والتالت ورابع. ده قصر، قصر عالي. فوت. حاضر. فوت. حاضر يا ابا. هاتها جمايل وعقله لحد ما نمشي بس. يا مدعي الكيمبري للتانك حيبري يا معلم. يا سلام صابون بالشطة. دونشي جميل جميل الدونش. شوف الصابون بابي راغي. اتفضلوا يا بهوان. كلوا املوا بطنكم، محدش عارف هتملوها بعد الاكله دي ولا لا. دنيا عجيبه غريبه، تجري ورا اللي يجري منها وتجري قدام اللي يجري وراها. عارفين مين اللي جنني؟ مين يا بيه؟ مين؟ حماتي. لا مش حماتي بالظبط، قعدت حماتي معايا. زي ما في مجنون ليلى، في مجنون قعدت حماته معاه. كلوا كلوا كلوا. ايوه احنا بناكل اهو. في اجمل من ان يبقى لك قصر زي ده؟ لا طبعا. وورثه. ايوه اين ورثه؟ يعني ما دفعتش فيه حبايه عرق واحده. ده غير اربع عماير وخمسين فدان. حماتي مش حما عاديه.
انا عارف ان 99% من الحموات حاجة تهبل وعقلين وكاملين وفاهمين ان وظيفتهم الحقيقية انهم يسعدوا اولادهم لو قدروا، لكن دي مجنونة. هي اللي مجنونة. ايوه انا جننتني. انا ده باين ربع ساعة جاتله. وحد الله يا مؤمن، وحد الله. ليلى، عاوز ليلى. لا يمكن تتجوز غيري، لا يمكن تتجوز غيري. Yeah.